عليكم. اليوم نروح لولاية عمسيلة وبالضبط في بلدية سيدي عيسى لنقف على الأشغال تاع المستشفى الجامعي ذات 240 سرير اللي راه قيد الإنشاء في بلدية سيدي عيسى بولاية عمسيلة. إذا ونلاحظ أنه الأشغال راهي يعني بوتيرة جد متسارعة، حيث أن المستشفى هذا يعني بدات الاشغال ديالو في يعني حوالي 18 شهر او عامين تقريبا، والاشغال الان عن ملاحظ راهي قطعت اشواط جد معتبره. نخليكم تتابعوا في الفيديو هذا عن هذه الاشغال تاع المستشفى الجامعي ذات 240 سرير ببلديه سيدي عيسى، والسلام عليكم.